السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض على نوع من أنواع الـ Renewable Energy. زي ما شفنا الأسبوع اللي فات اتكلمنا مع بعض عن الـ Thermal Power Plant وأنواعها، سواء كان بالفحم أو بالغاز الطبيعي أو بالديزل حسب نوع الـ Energy أو حسب نوع الـ الطاقة بتاعتي اللي أنا هبدأ أحولها من فورم إلى ميكانيكال فورم ثم إلى الإلكتريكال فورم. النهاردة بقى هنتكلم على الطاقة المتجددة، وهنتكلم أو هنخص بالذكر أول حاجة عندنا في الطاقة المتجددة هي الهايدرو إلكتريك باور ستيشن. في الهايدرو إلكتريك باور بلانت إيه أهم الحاجات اللي إحنا محتاجين نعرفها؟ عايزين نشوف الأنواع أصلا بتاع الهايدرو بلانت اللي هي اللو هيد هايدرو بلانتس والميديوم والهاي هيد هايدرو بلانتس، وكمان هنشوف حاجه اسمها البامبت ستورج فاسيليتي. خلاص دي كده التوبكس الاساسيه اللي احنا هنتكلم عنها. عايزين نشوف مع بعض هي ايه اللي بيحصل جوه الهايدرو الكتريك باور بلانت، ايه اللي بيحصل جواها، ازاي بيتم عمليه توليد الطاقه الكهربيه من الميه. عايزين نشوف الايكويشنز كمان الرئيسيه اللي بقدر ان انا استنتج منها او احسب منها قيمه الباور بتاعتي بتاعت الاوت اللي انا هاخدها من الهايدرو الكتريك باور بلانت. وهنشوف مع بعض الاستراكشرز بتاع الباور بلانت عامل ازاي. تمام. اولا الهايدرو الكتريك باور بلانت اللي بيحصل فيها هي بترانسفير الانرجي بتاعتي، ومش اي انرجي، احنا بنحول فيها البوتنشال انرجي اللي موجود فيها الهيد اوف ووتر ارتفاع الميه بتاعي، بحول البوتنشال انرجي ده الى ميكانيكال انرجي عن طريق ان انا بستخدم حاجه اسمها هيدرو الكتريك او الهيدروليك سوري توربين. تمام. انا اول خطوه عندي ان لازم يكون في عندي ووتر هيد، في عندي ميه في ارتفاع معين عشان تكتسب البوتنشال انرجي. طبعا احنا كلنا نتذكر ايام زمان لما كنا بنقول البوتنشال انرجي هو عباره عن ايه، هو عباره عن الماس في ام جي اتش، خلاص الماس في الاكسلريشن في الاتش اللي هو الارتفاع او الهيد بتاع مين، بتاع الوتر. فبالتالي كل ما كنت او ما كان عندي بوتنشال انرجي اكبر، يعني كل ما كان ارتفاع الميه اللي عندي اعلى. عشان كده بيبقى شرط بالنسبه لي عشان اقدر استفاد استفاده كبيره من الطاقه بتاعتي واقدر احولها الى الكتريكال باور، محتاج يكون اصلا في البدايه السورس بتاعي المصدر نفسه يكون هايلي بوتنشال انرجي. تمام. فده هيكون عامل رئيسي جدا في الديزاين واحنا شغالين، ان احنا لو انا محتاج فعلا باور كبيره فانا لازم ابص على البوتنشال انرجي يكون عندي كبير. هيبدا اول خطوه في الجنريشن بتاعتي ان انا اصلا بحول البوتنشال انرجي الى ميكانيكال انرجي، الى طاقه حركيه. الطاقه الحركيه دي اللي هي عن طريق الدوران بتاع الهيدروليك توربين. توربينه لها مراوح، المراوح دي بتلف بس بدفع الميه، يعني الميه هي اللي هتزق المروحه، والمروحه متثبته على شفط، الشفط ده مواصل او متثبت مع الجنريتور، معمول له كابلنج. الجنريتور بقى يبدا يعمل نفس الحركه اللي شفناها في الثيرمال باور بلانت، اللي هو يبدا يحول او يعمل كونفرجن للميكانيكال انرجي الى الكتريكال انرجي. تمام. طبعا كل تحويله من هذه التحويلات بيكون لها efficiency، يعني عشان احول البوتنشال الى ميكانيكال انرجي فبيكون في الايتا او الافشنسي بتاعت التوربين نفسها، وعشان احول الميكانيكال انرجي الى الكتريكال انرجي برضو لازم يكون في عندي افشنسي للجنريتور نفسه، اللي هو هيحول قد ايه الانرجي من الحاله الميكانيكال الى الحاله الالكتريكال. طبعا اوفرول كل الافشنسي دي كده بعبر عنها بالتوتال افشنسي بتاع الهيدرو الكتريك باور بلانت. طيب في الهيدرو الكتريك باور بلانت بنقسمه الى نوعين، تو كاتيجوريز. في حاجه اسمها ران اوف ذا رايت اوف ذا ريفر، وده ان يكون الاستراكشر نفسه بتاع النهر بتاعي
في سريان او في جريان للميه، ان الميه بتيجي او بتمشي من مكان مرتفع الى مكان منخفض. ابسط مثال مثلا زي الشلالات بتاعه الميه، لو عندي الاستراكشر بتاعي في الميه في الريفر نفسه هو اصلا شلال، يعني في منحدر عالي وبعد كده في منحدر منخفض، فده بيكون مكان مناسب جدا ان احط الهايدرو الكتريك باور بلانت في المكان زي ده. او لو حتى ما فيش الشلال كبير او كده، بس في انحدار سريع للميه، يعني في جريان سريع للميه، اقدر برضو احط الهايدرو الكتريك باور بلانت في هذا المكان. فده اول نوع اللي احنا بنسميه الران اوف ذا ريفر. تمام. تاني حاجه بقى اللي هي اللي انت تحط دام، تحط سد يستورج الميه قبل السد، وتقدر تتحكم في الارتفاع بتاعك حسب ارتفاع السد، وتقدر ان انت من السد ده تغذي الريفر، تغذي النهر بتاعك بالميه، وتقدر ان انت تجنريت منه الالكتريكال باور. فالاستورج بالدام طبعا هي مكلفه كنيشال كوست، بتكون عاليه جدا ان انت تعمل سد وتبني تحتيه محطة كهرباء كاملة بالتوربينز بالجنريتورز بالترانسفورمرز بكل شبكة الكهرباء، بتبنيها في مكان زي ده، انك توقف المية وتبني الاستراكشر اصلا كاستراكشر تبنيه في هذا المكان، بيبقى حاجة مكلفة. لكن بيكون لها مزايا اخرى، مش بس المزايا بتاعتي ان انا اقدر اغذي البلد او المكان اللي احط فيه السد بالكهرباء الالكتريكال جنريشن فقط، لا، بيبقى له استخدامات اخرى زي ان اقدر اتحكم في الفيضان. وده كان برضو احد الاسباب ان احنا في مصر لما جينا عملنا السد العالي، هو كان هدف صحيح منه ان انا كنت ايامها بنتج 50% من طاقة الكهرباء في مصر من السد العالي، لكن ان هو كان بيحمي البلد بتاعتنا من الفيضان. يعني ايام ما كان بيحصل الفيضان، كان كل الاماكن اللي حوالين نهر النيل كان بيحصل او بتغرق نتيجة الفيضان. فانا قدرت ان انا اتحكم في الفلو بتاع المية اللي جاي لي، قدرت ان انا جنريت الالكتريكال باور، كمان اقدر اتحكم في الريفر نافيجيشن، الملاحة بتاعت المية نفسها، ان اقدر ازرع، سوري، ان انا ابني قنوات وفروع للنيل في كل الاماكن، بحيث ان هو يغذي اكبر مكان، زي فكره مشروع توشكا وهكذا. تمام. طبعا بعد كده اقدر ان انا اتحكم في عمليات الري وفي الووتر سبلاين للبابليك للناس، ان انا اتحكم في عمل محطات للميه وتوزيع الميه بشكل افضل. طيب، انا ده استخدامات ان انا اعمل دام او اعمل سد عشان استورج الميه واجنريت منه الالكتريكال باور. احنا لما نفتكر مع بعض لما كنا بنتكلم في الاسبوع اللي فات على الديلي لود كيرف، كنا بنقول ان في الديلي لود كيرف ان في كيرف ان في جزء تحت في الكيرف بتاعي ده البيز، ده اللي هي محتاج محطه شغاله 24 ساعه، في بعد كده الانترميديت المنطقه المتوسطه، وفي فوق خالص منطقه البيك اللي هي جاست يشتغل ساعه او ساعتين بتوع البيك ويفصل تاني. المحطات الهيدرو الكتريك باور هي من انواع المحطات اللي بتشتغل في البيك باور برودكشن، يعني ساعه لما يحصل البيك اشغل الهيدرو الكتريك باور وبعد كده اوقفها. فده لو انا بصنف المحطات حسب التايم الايه تايم التشغيل اللي انا هشغله بيها. تمام. طيب، ده كده بالنسبه للانواع الرئيسيه او الكاتيجوريز للهايدرو الكتريك باور، لما في جريان للنهر نفسه، او ان انا احط سد اعمل بيه الاستراكشر او اعمل او انشئ عليه الاستراكشر بتاعي. تمام. طيب، ده شكل كده تفصيلي شكل المحطة للدام بتاعي للسد وحجز المية حواليه. زي ما احنا شايفين في الشكل كده، هنا ده الهيد اوف ووتر، هنا المية او الريسيفر بتاعي، الخزان بتاعي، خزان مية كبير اقدر احط فيه المية لارتفاع زي ما انا عايز.
وهنا ده التيل ووتر، ده بقيه الريفر بتاعي، جريان الميه هنا، ده الارتفاع القليل. فاحنا شايفين هنا في فرق ما بين الهيد ووتر والتيل ووتر، اهو ده اللي احنا بنسميه الهيد، او ده الارتفاع، هو ده البوتنشال انرجي اللي انا محتاجها عشان اكونفرت البوتنشال انرجي الى ميكانيكال انرجي. جميل. طيب ده السد بتاعي، والجزئيه دي كده اسمها الباور هاوس. الباور هاوس ده هو الجزء اللي اسفل السد اللي من خلاله بقدر اجنريت الالكتريكال باور. بيتكون من 3 اجزاء رئيسيين. بيتكون من ايه؟ بيتكون من الهايدرو تربين، تربينه، والجنريتور، وحاجه اسمها الكنترول جيتس. الكنترول جيتس هي دي اللي بتتحكم في دخول الميه. يعني انا هنا بيبقى فيه بوابات، البوابات دي مالها؟ بتدخل الميه، بتدخل على التربينه، وبيدخل او بتحول الحركه بتاعتي من بيحول البوتنشال انرجي الى ميكانيكال انرجي. كمان الجنريتور والتربينه الاثنين بيبقوا على فيرتيكال شافت، بعكس اللي كان بيحصل في الثيرمال باور بلانت. في الثيرمال باور بلانت كانوا الاثنين هورزونتال، كان التربينه بعدها كده هورزونتال الاكسس بتاعي يودينا على مين؟ على الجنريتور. لكن هنا في الهايدرو الكتريك باور بلانت لا، ده هي فيرتيكال. فيرتيكال يعني راس، يعني التربينه تحت كده وفوقها مين؟ فوقها الجنريتور، والمحور او الشافت بتاعي بيكون واقف كده عامل 90 درجه كده. كويس. فالميه بتدخل كده تلف على التربينه، تحركها، الشافت يلف، يبدا ايه؟ يحرك الروتور بتاع الجنريتور ويولد الالكتريكال باور. ده شكل بسيط للباور بلانت، وهنشوف اكتر مزيد من الصور للتفصيل او عشان نبين. طبعا الميه اللي بتتبقى او اللي بتلفف التربينه بتاعتي بتنزل من تحت هنا مسار ليها لغايه لما توصل لمين؟ للتلوتر. تمام. انا كده اتحكمت في الباور بتاعتي عن طريق مين؟ عن طريق الكنترول جيتس اللي موجوده عندي. فانا طبعا كل ما كان الهيد اكبر، كل ما كان البوتنشال انرجي اكبر، كل ما كان التحويل بتاعي الى ميكانيكال ثم الى الكتريكال هيكون اعلى. تمام. كمان بقى التحكم في الكنترول بتاعه البوابات بيتحكم في الفلو او في الفاست فلوينج للووتر. لو انا عايز السرعه تبقى اكبر او اعلى بتحكم فيها عن طريق مين؟ عن طريق الجيت بتاعي. ده شكل للتربين هول اللي فيها الجنريتور والتربينه. دي مجموعه اهو من اليونتس موجودين، مثلا ده يونت 2 3 4 5 حسب بقى العرض بتاع الايه؟ بتاع الريفر بتاعي، بتاع النهر بتاعي، اقدر احط عدد من اليونتس. زي ما احنا شايفين كده من فوق بيبقى الجنريتور، ده الجنريتور هنا، والتربينه تحت. التربينه بيبقى جواها كده في شافت، الشافت كده تحت المكان ده كده هيبقى فيه مراوح، المراوح دي هيدخل لها الميه من تحت تبدا تتحرك. وهنشوف مع بعض ان شاء الله رسمه الكلام ده، وهتشوف فيديوهات بتشرح البروسيس دي ان ديتيلز. طيب كمان لازم ابقى واخد بالي من حاجه مهمه، هو ان انا في اوقات في وقت من الاوقات اللي هو اثناء الفيضان، اثناء الفيضان ممكن الميه بتبقى عاليه عندي جدا، اعلى من السد نفسه. فلازم يبقى عندي في حاجتين، لازم ان انا يكون في عندي تصريف للميه، ان في سبيل واي كده، سبيل واي جيتس فوق، فوق الدام نفسه، فوق الغرفه بتاعت الهاوسنج، الباور هاوس بيبقى في جيتس، فتحات تعدي الميه من فوق اصلا من غير ما تخش ولا يحصل لها تحويل ميكانيكال انرجي ولا الكتريكال انرجي ولا حاجه. ده انا بس عايز ايه؟ اعدي الميه عشان السد نفسه كاستراكشر ما يتحطمش من الفيضان بتاع الميه. دي اول وسيله ان انا ممكن اعدي الميه من فوق الايه؟ الباور هاوس. او كمان بيبقى في عندي تحت الباور هاوس بقى في كده دايفرجن جيتس في البوتوم من تحت، تحت الدام، برضو بفتحها عشان اتخلص من ايه؟ اتخلص من الميه. فانا لازم اكون في اعتباري لو فتحت الجيتس بتاعتي على التربين عشان تجنريت باور كتيره في اثناء الفيضان، ممكن يحصل ما يسمى بالاوفرلودنج. اوفرلودنج ان انت بتحمل الماشينز بتاعتك فوق الطاقه بتاعتها. خلاص. فده في وقت من الاوقات هيعمل لك دامج في الالكتريكال ماشينز بتاعتك. فحمايه ليها بنبدا ان احنا ايه؟
نعدي الميه من الدام بطريقه عاديه خالص من غير ما يحصل عندي اي مشكله فين في السد او في الماشينز بتاعتي. كمان اثناء الصيانه لو انا بعمل صيانه اصلا للتوربينه بفتح البوابات دي بحيث ان الميه تعدي وما بقاش في اي حاجه او اي ميه تدخل جوه الماشينز وانا شغال في اثناء الصيانه. لو انا بقى بتكلم على المعادلات اللي انا محتاجها عشان ابدا احسب الاوتبوت باور اللي انا هاخده من الهايدرو الكتريك باور بلانت، احنا اتفقنا مع بعض ان احنا في الاصل انا هحول البوتنشال انرجي الى ميكانيكال انرجي، بعد كده احول الميكانيكال انرجي الى الكتريكال انرجي. طيب احنا زي ما اتفقت معاك ان البي انبوت او الانرجي، خلينا نتكلم اول بصيغه الانرجي. الانرجي انبوت هي عباره عن ايه؟ ام جي في الاتش، ام اللي هي الماس، جي اللي هي الاكسلريشن، والاتش اللي هو الهايت. طيب انا كتبتها بالصوره دي اهو، شلت الام، شلت الكتله، وانا عارف ان الام بتساوي الرو في الفي، الرو اللي هي الدنسيتي والفي اللي هي مين؟ الفيلوسيتي. تمام، فبقت ايه؟ رو جي اتش في، بس الفي مالها؟ دوت. ليه دوت؟ لان لما اقول رو جي او اتش رو جي في يبقى انا كده بتكلم على الانرجي، لكن انا هنا حاططها بصيغه مين؟ بصيغه الباور. فالباور هي عباره عن ايه؟ انرجي على تايم. جميل قوي. فروحت انا ايه؟ جبت الانرجي قسمتها على التايم فبقى الفي دوت. فالاتش هو الارتفاع، الهايت بتاعي، فرق بين ارتفاع الميه قبل السد وبعد السد. الرو ده الدنسيتي بتاعت الوتر، كثافه الميه. الجي ده ايه؟ ده الاكسلريشن، خلاص الجرافيتيشنال اكسلريشن اللي احنا عارفين ان هي كام؟ 9.8 متر بير سكند سكوير. تمام؟ طب والفي دوت؟ الفي دوت اصلا هي الفوليوم ريت، خلاص؟ او بنسميها الفولومتريك فلو ريت، معدل مرور الميه في الزمن، يعني انا هيعدي كميه ميه قد ايه للتربن في الثانية الواحدة. خلاص؟ يبقى أنا لو هعدي شوية مية جوه البينستوك، البينستوك ده عبارة عن بايب مواسير كده هي اللي بتدخل للتربن، هنشوفها إن شاء الله مع بعض برضو قد إيه الفلو ريت بتاعها؟ معدل مرور المية ده بكام؟ لو أنا عرفت معدل مرور المية وعرفت الأكسلريشن، جرافيتيشن أكسلريشن هي ثابتة، والرو الدنسيتي بتاعت المية وهي ثابتة، وبالارتفاع أقدر أحسب مين؟ الباور إنبوت. الباور إنبوت ده مين؟ ده بالظبط كده، ده البوتنشال انرجي. طب عايز بقى احولها الى الالكتريكال انرجي، او سوري البوتنشال باور، عايز بقى احولها الى الالكتريكال باور. يبقى انا عشان احول من بوتنشال انرجي الى الكتريكال انرجي يبقى انا بتكلم على مين؟ على الافشنسي. الافشنسي دي هي التوتال افشنسي بتاعت الباور بلانت، اللي انا ممكن بقى اقسمها الى جزئين، جزء منها اللي هو خاص بالتربن وجزء خاص بمين؟ بالجنريتور. تمام؟ طيب هنا مثال بسيط وسهل كده يعني عشان نفهم بس الحوار. هنا بيقول لك عندك دام سد على نهر has 8 large generators. النهر ده له 8 جنريتور كبار. الريتد بتاع الواحده 54 ميجا وات، يعني الجنريتور الواحد بيطلع 54 ميجا وات، ده اوتبوت. يبقى انا كده دلوقتي عارف مين البي اوتبوت. اندر 59 فيت، الارتفاع بتاع اللارج جنريتور دول ارتفاعهم 59 قدم. طبعا احنا عشان نحول من الفيت للمتر هتستخدم بقى الوحدات بتاعتك عشان تحول من فيت لمتر. وكمان استخدم مع الثمانيه جنريتورز اللي فوق اللارج جنريتور، استخدم اثنين سمول جنريتور بس على ايه؟ بيطلعوا لي باور 43.2 ميجا وات، والارتفاع بتاع الميه 49 فت. طيب انا كده في عندي كام؟ في عندي جنريتورز على هاي ليفل او لارج جنريتور، وفي سمول جنريتور. طيب عايزين بقى نبدا نحسب بقى مين؟ كل بيقول لك كمان اتش تربين الديسشارج ووتر ريت اللي هو الفي دوت 13300 فيت سكوير فيت كيوبيك بير سكند. خلاص ده اللي هو الفي ايه؟ الفي دوت بتاعتي.
طب عايز يعرف هنا الـ overall efficiency للـ hydro power plant. لو احنا بقى استخدمنا القانون بتاعنا للـ B input بيساوي H في الـ rho في الـ G في الـ V dot، هقدر احسبها بقى مرتين. مرة اولا للـ large generators اللي هي على ارتفاع كام؟ 59 فت. خلاص يبقى انا معايا كده الـ H بـ 59، بس طبعا هحولها للمتر. معايا الـ rho اللي هي 1000، معايا الـ G 9.8، معايا ال V دوت اللي هي 13300، وبرضو احولها من متر من فيت كيوبيك لمتر كيوبيك. كده اقدر اطلع مين؟ ال B input لللارج جنريشن، بتطلع تقريبا 66.39 ميجا وات. لو عملت نفس الكلام تاني مع السمول جنريتور، بس هغير بقى الارتفاع المرة دي، بدل ما هو كان 59 احطه كام؟ 49، يطلع ال BS تقريبا 55.14 ميجا وات. طيب يبقى انا كده معايا البي انبوت لللارج والبي انبوت لمين؟ للسمول. وانا اصلا كمان عارف مين؟ عارف البي اوتبوت. فين البي اوتبوت؟ هو قال لك الثمانيه الكبار الواحده فيهم ب 54، يبقى التوتال بي اوتبوت 8 في كام؟ اهو البي اوتبوت 8 في 54 بلس 2 اللي هم الصغيرين في 43.3. يبقى انا كده جبت مين؟ التوتال بي اوتبوت. طيب بالنسبه للبي انبوت نفس الكلام، انا عندي الواحده فيهم بجنريتور الواحد داخل له ال 66.39 اللي احنا طلعناها من فوق، اضربها في 8 زائد 2 في 55.14 اللي هي البي ايه البي اس بتاعتي، يطلع تقريبا الافشنسي بتاعتي تقريبا 80%. ده كده لو انا عايز اعرف الافشنسي نتيجه ان انا عارف البي انبوت ومين والبي اوت. هنيجي يعني ندخل بقى في تقسيمه الهيدرو الكتريك باور اللي احنا شفناها. احنا كده دلوقتي اتكلمنا اوفرول على الهيدرو بلانت، الهيدرو الكتريك باور بلانت ايه اللي بيحصل جواها، الحركه بتتم ازاي، والايكويشنز بتاعتها ازاي. احنا اتفقنا اللي احنا فيه ثلاث انواع، في اللو هيد، في الميديوم هيد، وفي الهاي هيد. كل الاستراكشرز بتاعتهم هي واحده، بس الاختلاف في الطول نفسه، الطول ما بين الهيد والتيل. ده شكل المحطة أو الباور بلانت اللو هيد. ده الهيد بتاعت الووتر، ارتفاع الموتر مبقاش يعني شايف هنا، ده ارتفاع المية هنا في قبل السد، وبعد السد بيكون برضو الارتفاع ايه؟ قريب، يعني الاتش فرق ما بين الاتنين حاجة صغيرة جدا. بيبدأ يعمل ايه؟ بيحط هنا الجيتس، البوابات الجيتس دي هي دي اللي بتقدر تتحكم في الفلو بتاعت الووتر. هنا المية بتدخل على نوزل كده، نوزل ضيقه بصوره ضيقه، تبدا تدخل فين؟ على الجزئيه دي كده. هنا بقى بيبقى يتحط مين؟ بيتحط التربن. التربن دي تمام بيبقى لها ريش، الريش بتبقى ملفوفه دوران حوالين ده، يبدا الميه تدخل هنا كده بنوزل. ليه بنعمل النوزل دي يا شباب؟ عشان خاطر تزود السرعه، فلوريت. ابدا يدخل هنا على التربينه دي، خبطها كده، خبط الريش بتاعتها، تبدا تلف تلف على الاكس ده، على المحور ده. المحور ده من فوق كده هنا مين؟ هنا الجنريتور. يبدا الجنريتور ده ايه؟ يبدا يطلع الالكتريكال ايه؟ الالكتريكال باور. يبقى انا الفكره كلها ان انا الميه تدخل من هنا تلف في ده، يبدا الايه؟ الشافت يتحرك. الميه بقى اللي بعد ما بتلف بتقع، بتروح على مين؟ على درافت تيوب كده، تدخل على التلوت. تمام؟ ده كده شكل من اشكال ايه؟ اللو هيد تربن. هي نفس الفكره، القصه اللي احنا قلناها من شويه، بس ايه؟ بس هنا الفرق الارتفاع بيكون ايه؟ بيكون صغير. ده شكل التربن هول من جوه، يعني الشكل بتاعت الجنريتور والتربن من فوق، توب فيو ليها زي ما انت شايف كده. ده الاكس بتاع التربن، الريش بتاعت التربن بتبقى تحت دي كده بالظبط، موجوده تحت المكان ده كده. وهنا فوق كده بيكون ايه؟ بيكون الجنريتورز بتاعتي. تمام؟ الجنريتورز هنا عشان نتكلم عن الجنريتورز شويه، طبعا احنا بنتكلم على سينكرونس جنريتور. احنا قلنا لو الناس تفتكر في الاسبوع اللي فات ان السينكرونس جنريتور نوعين، في حاجه اسمها السلندريكال وفي حاجه اسمها السيليانت بول. اللي بنستخدمه في الهايدرو الكتريك جنريشن هي السيليانت بول سينكرونس جنريتور. لو نفتكر برضو كنا بنقول ان السلندريكال سينكرونس جنريتور في الثيرمال باور بلانت كان بيبقى السرعه فيه
3000 ار بي ام، كنا بنستخدم كام بول؟ 2 بول. لكن هنا بقى في الهيدرو الكتريك باور بلانت بنستخدم بولز تقريبا من 20 ل 72 بولز، حسب الايه، حسب السرعه بتاعه الشفط. السرعه بتاعه الشفط بتختلف طبعا من باور بلانت لباور بلانت تانية، بيوصل تقريبا من 100 الى 3 الى 300 ار بي ام. السرعه هنا بتكون صغيره جدا عكس الثيرمال باور بلانت. في الثيرمال باور بلانت بيكون السرعه بتاعه الشفط بتكون عاليه جدا، بس عدد البولز بيكون ايه، بيكون قليل. تمام، فهنا بنستخدم سيليانت بول افضل. سيليانت بول ده ان انا اقدر اعمل تعدد لعدد البولز فين في السيستم بتاعي، كويس، فاقدر اجنريت الباور من الايه، الهيدرو الكتريك باور استيشن. ده زي ما قلت لك ده الايه، اللو هيد باور هيدرو الكتريك باور بلانت. بالنسبه للايه، الميديوم والهاي هيد هيدرو باور بلانت، نفس الميكانيزم ونفس الاستراكشر ونفس كل حاجه، بس طبعا الدايمنشن بتاعت التربين نفسها والمراوح بتاعته بتكون اكبر شويه، عشان خاطر ان الهيد بيكون اعلى، فالانرجي بوتنشال انرجي بتكون اكبر، والميكانيكال انرجي بتكون اعلى، فبالتالي محتاج يكون الميكانيزم بتاع التربين بتاعي بيكون كبير. فده شكل التربين بتاعتي للميديوم هايدرو تربين، ده شكلها من جوه. الميه طبعا زي ما قلت لك بتخش عليها، بتبدا ان هي الريش دي مالها تلف وتتحرك. ده برضو هنا هاي هيد باور بلانت. في الهاي هيد باور بلانت بيعمل ايه بقى؟ بيعمل بياخد من مكان الميه، ده البحيره بتاعتي مثلا او المكان اللي فيه الميه الانتيك تاور، بيبدا يسحب منه كده بايب لاين انابيب بيمشيها تحت الارض، بتروح لمين؟ للباور هاوس. طبعا بقى بيمشي في البايب لاين دي الميه بريت معين بسرعه معينه، بنحط شبك عشان خاطر مثلا لو في اي حاجه في الميه تبقى داخله على التربت متنقيه تماما، مفيش فيها اي شوائب او اي حاجه في الميه، فبيدخل بيور ووتر هنا على البامب على التربت بتاعتي، على الريش بتاعت التربت، تبدا ان هي ايه؟ ان هي تلففها. تمام؟ ده هنا الدام من فوق اهو، السد من فوق، ده السبيل واي بتاعته اللي زي ما قلت لك، لو هيحصل مثلا فيضان او حاجه يبدا ده يتفتح كده، فالميه تبدا تتحرك تمشي في مسار النهر عادي جدا، ولا اكن اصلا في اي حاجه. تمام، يبقى انا هنا ده المسار بتاع الالكتريكال باور جنريشن من تحت اهو، ابدا ان انا اتحكم في الفلو ريت عن طريق البايب لاين، القطر بتاع البايب لاين ده قد ايه عشان السرعه بتاعت الفلو تكون اكبر، فاقدر ايه اتحكم في السبيد بتاعته. فهنا في اللارج هيد باور بلانت بيكون هاي ووتر بريشر، البريشر بتاعي بيكون عالي، عشان كده بنحط بايبز ايه، بايبز ضيقه شويه، فبيكون عباره عن هاي فيلوستي ووتر جيت، عارفين زي خرطوم الميه كده لما تضغط عليه من قدام فيطلع ايه، الميه بهاي سبيد بسرعه اعلى شويه، فده بيساعد على زياده سرعه التربن، الجنريشن بتاعي بيكون اقدر ان انا استخدم الجنريتور ان هو يطلع ميجا وات اكبر شويه، فبيوصل هنا تقريبا حوالي 100 ميجا وات للتربت الواحده في الهاي هيد باور بلانت. اخر بقى حاجه هنتكلم عليها في الموضوع بتاعنا هي البامبد ستورج. احنا دلوقتي عرفنا مسار ان لو الارتفاع بسيط يبقى اللو هيد، ونفس الفكره ان الميه بتدخل على التربن بتحرك الريش وبتبدا تحرك الجنريتور. الهاي هيد بيبدا يعمل بايب لاين انابيب عشان تزود الايه، السرعه وتزود تدفق الميه فاجنريت باور اكتر. في بقى ميكانيزم مختلف شويه اللي هي البامب ستورج فاسيلتي. ايه البامب ستورج؟ البامب ستورج ببساطه هو بيعمل ايه؟ ادى الباور بلانت بتاعتي اهي، الباور هاوس اسف، اللي فيها التربين وفيها الجنريتور. المفروض ان ده الابر ريسيفر بتاعي، الخزان العلوي، وده الخزان السفلي او بقيه النهر بتاعي، كويس. المفروض ان انا في اثناء الجنريشن المايه بتيجي من الابر ريسيفر بتاعي في البايب لاينز تخش جوه هنا التربين، تبدا تحرك الريش بتاعت التربين فتجنريت الباور. هنا بقى بقيت الجزء الكهربي بقى اللي هي البريكرز بتاعتي، والمفروض هتلاقي فيه محول وفي بريكر، وبياخد بقى كابلات، الكابلات بتطلع هنا فوق على
سب ستيشن اوفر هيد ترانسميشن لاين سويتش يارد بتاعتها، ده كده الجزء الايه، الجزء الكهربي تمام. وبقيه الميه بتروح بقى لمين؟ للور سيفر. الفكره بقى في ايه؟ ان ده لو انا عايز اشغل مين؟ اشغل المحطه بتاعتي اللي هي تجنريت الكتريكال باور، هايدرو الكتريكال باور. فالميه ده المسار بتاعه، واحنا اتفقنا ان بشغل امتى الهايدرو الكتريك باور؟ في اثناء البيك ديموند، لما يكون عندي استخدام او وقت الذروه، فهشغل الايه؟ هشغل المحطه ان هي تغذي اللود. طيب افرض بقى ان انا في وقت ما فيش فيه بيك لود، بالليل ما فيش اصلا حد مستهلك، فيقوم عامل ايه بقى؟ يحول الجنريتور از موتور، اكنه بيشغل بامب. خلاص البامب دي بتعمل ايه؟ بدل ما هي كانت الميه هي اللي بتحركها كجنريتور، تبدا تعمل تشتغل كبامب، تاخد الميه من اللو ريسيفر بتاعي ترفعها الى مين؟ الى الابر ريسيفر. خلاص فيبقى هنا عباره عن ووتر بامبنج ديورنج لو الكتريستي ديموند، لما يكون مفيش استهلاك كهرباء، فيبدا الايه، هو بقى ياخد الكهرباء اللي كانت موجوده في في السيستم بتاعه اللي هو عمل لها جنريشن، ويبدا ان هو ايه، يشتغل كموتور يرفع مين؟ يرفع الميه، بحيث لما يجي وقت الاستخدام مره تانية ايه، يستخدم. يبقى انا كده عملت ايه؟ ان انا استخدمت او استهلكت في وقت الذروه ان انا اجنريت الالكتريستي، وفي بقيه الاوقات ان انا ايه، ان انا شغاله كموتور يبدا ان هو ايه، يبدا ان هو يغذي او يرفع الميه للابر سيفر. تمام، ده كده لو انا بتكلم على نظام ميكانيزم هايبريد ينفع ان انا اشغله كموتور وايه وكجنريتور. ده طالما احنا بقى بنتكلم على الهيدرو الكتريك باور، واحنا عندنا في مصر محطات هيدرو الكتريك باور، فلازم نبقى عارفين برضو احنا في مصر ايه المحطات اللي عندنا، واجمالي الانتاج بتاعنا يوصل لقد ايه. طبعا احنا عندنا كذا محطة هيدرو الكتريك. طبعا المحطة الكبرى هي محطة كهرباء السد العالي. كهرباء السد العالي هي عبارة عن 12 وحدة امبارلي، يعني 12 جنريتور، كل جنريتور منهم بيطلع 175 ميجا وات، بإجمالية إنتاج 2.1 جيجا وات. طبعا ده كان في وقت إنشاء المحطة بتاعة الكهرباء، كان بيمثل زي ما قلت لك 50% من إنتاجية مصر في الوقت ده. طبعا في محطات تانية كانت موجودة أو اتعملت حوالين ضفاف نهر النيل، بس كانت قدرتها صغيرة شوية. كان في 7 وحدات في محطة أسوان الأولى، وفي محطة أسوان الثانية. واحدة كانت معمولة على الخزان، خزان أسوان، وواحدة كانت معمولة على نهر النيل. 7 وحدات، الوحدة 40 ميجا، كانت حاجة طبعا صغيرة، بتطلع 280 ميجا. هنا 4 كانوا، الواحدة 67.5، فإجمالية الإنتاج 270. في محطة كهرباء إسنا، في نجع حمالي، وفي أسيوط، دول كلهم المفروض اللي هما بيجنريت في الآخر التوتال هيدرو إلكتريك باور في مصر، اللي هي داخلة تقريبا على 3 جيجا وات. طبعا احنا دلوقتي احنا الانتاجية عندنا بتوصل ل 53 جيجا وات، فطبعا احنا بنتكلم في نسبة تكاد تكون 4% من انتاجية مصر هي من الهايدرو الكتريك باور. تمام، يبقى احنا عرفنا النهارده الهايدرو الكتريك باور ازاي بيحصل، بيجنريت ازاي الباور بتاعتي، ايه المحطات وانواعها واشكالها، واحنا عندنا في مصر شكل الدنيا عامله ازاي. ان شاء الله الاسبوع الجاي قبل ما نبتدي المحاضرة هفرجكم الفيديوهات للسيميوليشن، شكل المحطة، ازاي المية بتمشي لغاية لما توصل للتربل، ازاي بيلف، ازاي بيتحرك، عشان تبدأ الفكرة كلها تكون واصلة. عارف الموضوع بيكون صعب دلوقتي، بس ان شاء الله المحاضرة الجاية هنشوف الفيديوهات الخاصة بالجزئية دي. كمان في ريبورت المفروض تعرفوه او تبداوا تشتغلوا فيه الايام دي. الريبورت هو عباره عن ايه؟ هو مطالب منكم تشتغلوا از تيم جروب، كل جروب
في من 5 إلى 6 طلبة مع بعض هتشتغلوا في توبيك من الخمسة توبيكس اللي موجودين قدامكم. حاجة اسمها جيوثيرمال، ده أنواع باور بلانت، إزاي إن أنا أولد باور بلانت من حاجة اسمها جيوثيرمال أو من الأوشن تايدل أو من الأوشن كارنت أو الأوشن ويف أو الأوشن ثيرمال. خلاص، كل 5 هيختاروا موضوع أو كل 6 يختاروا موضوع. فأنتوا تقريبا عدد الطلبة 25 أو 30، من 25 ل 30 حسب ما هيستقروا في الآخر. فابدأوا قسموا نفسكم مجاميع، وكل مجموعة تاخد موضوع من ال5 مواضيع دي وتشتغل فيها. هستلم منكم امتى او هتعملوا امتى البرزنتيشنز دي؟ المفروض ان هو اول اسبوع ان شاء الله اقابلكم فيه بعد الميد ترم، بعد اجازة بعد امتحانات الميد ترم اول مرة هنتقابل فيها هيبقى في البرزنتيشنز، وكل مجموعة هيكون قدامها 10 دقايق ان هي تقدم ايه الموضوع بتاعها. تمام، فتبداوا من دلوقتي بقى كل مجموعه تظبط نفسها عشان لما نتقابل الاسبوع الجاي تبقى كل واحد عارف هو مجموعته مين وهيشتغلوا في ايه بالظبط. تمام، شكرا.